أستاذ ياسر، أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك أستاذ معتز. لو حابب تكرمت تلخص للناس الفكرة اللي كتبتها النهاردة في الفيسبوك يا أستاذ ياسر. هو بس الأول أحتاج إلى تصويب. أنا لست في الإخوان المسلمين ولست قيادي في جماعة الإخوان المسلمين كما تفضلت. أنا باحث في مركز التنوع للدراسات. يعني حضرتك عمرك ما كنت في الإخوان المسلمين سابقا؟ يعني كان لي تجربه طبعا في الاخوان المسلمين في المرحله الجامعيه، لكن انا لست يعني عضوا فاعلا في جامعه الاخوان المسلمين ولا مهم جدا مهم التصليح ده، بس خلينا ناكد عليه للناس. يعني الاخوان المسلمين لا تنتسب اليهم، وده معلن منذ فتره طويله ولا القرار ده خدته مع يعني غير معلن او ايه؟ خلينا تكون الصوره واضحه. يعني في أقل بحث أنا أهتم بالمجال البحث وكان لي تجربة مع الإخوان إلى العام 2004 تحديدا. يعني لا 2004 وانقطعت علاقتك بالإخوان المسلمين في 2004؟ نعم صحيح. طيب جميل جدا وبشكرك على هذا التصليح. إيه الفكرة اللي حبيت توصلها للناس النهاردة يا أستاذ ياسر؟ لا، هو الفكرة بشكل عام أن ما يقع في مصر الآن من نزاع كبير إذا استمر بهذه الوتيرة وبهذا التشنج سيأتي على الوطن وعلى كل المقدرات، ولن يبقى لا نظام ولا دولة ولا مجتمع متماسك. فإذا مآلات الصراع والنظر إلى الصراع لابد أن يكون في رؤية استراتيجية لكل الأطراف. هذا الأداء بهذا المستوى من سلطة باطشة ومن قوى معارضة لا تطرح صورة للمستقبل واضحة أمام الجماهير، في النهاية المعركة أصبحت تصبح معركة صفرية ومعركة تكسير عظام، ولا بد من البحث عن مخرج من هذه الأزمة. هذه الفكرة الكبرى اللي أنا طرحتها. طيب حضرتك كمان ذهبت لأشواط أبعد من ذلك، لو حابب تشرك الناس فيها. لا، أنا بقول الآن إن سواء الطرف الذي يطمح للحرية والمساواة والعدالة وهو محق في ذلك ويرى أنه صاحب مظلمة وأنه قد يعني جاء على حقه وعلى حق الوطن وعلى حق كثيرين من الشرفاء والشهداء، الطريق يعني طريق الديمقراطية والحرية لا يمشي في خط مستقيم. تحين الفرصة واختيار التوقيت أيضا أمر مهم جدا. فبالتالي لابد قدر الإمكان أنا قدرتي على نجاح الوصول لأهدافي بقدر الخسائر. يعني التجربة الفرنسية والتجربة الإنجليزية بينهما فرق. فرنسا وصلت للحرية والعدالة والمساواة عبر أنهار من الدماء. التجربة الإنجليزية لم تغرق فيها دماء تقدر بالحالة الفرنسية. السبب إيه؟ إن كان في الحالة الإنجليزية هناك وعي تاريخي بالمسار التاريخي وبالأفكار الانقسامية، وتم تجنيب بريطانيا الانزلاق إلى حروب دموية مثل ما حدث في التجربة الفرنسية. فأنت محتاج إلى حالة من الوعي، ترى أن التصعيد في الصراع واعتبار المعارك معارك صفرية أو معركة تكسير عظم، الكل سيخسر فيها، سواء الحركة المعارضة، سواء الإخوان المسلمين، سواء الجيش، سواء القضاء. والآن فعلا نحن نرى انهيارا كبيرا في كل المؤسسات، وهذا الانهيار لن يتوقف إذا استمر الأداء بهذا الشكل. وبالتالي اختيار التوقيت مهم جدا، اختيار التصعيد بشكل ما أن تنتصر دون أن تنفصم عرى الوطن بالهدف. حضرتك قلت تحديدا عشان نلخص الكلام للناس، ينبغي على الإخوان أن يتقدموا بتسوية لفض النزاع في مصر، لأنهم قدموا صمود أسطوري وفدائي نادر طوال عامين من النضال. ليس أمام المصلحين بعد استنفاذ المحاولة سوى الصبر ومحاولة الإصلاح في ظروف أخرى قد تكون أدعى لقبول الناس وتغيير قواعد اللعبة كما حدث في النموذج التركي. واستطردت وقلت أن الحفاظ على قوة الإخوان الضاربة وهم الشباب يعتبر في حد ذاته هدف استراتيجي ومهم، وقف النزيف في الممتلكات والطاقات لفرصة أخرى. واستشهدت بنموذج خالد ابن الوليد في غزوة مؤتة. طيب بالنسبة لهذا المشهد، خليني بس أسأل حضرتك سؤال في بداية، ولو تكرمت يعني توجه وجهك للمشاهدين لأنك بصص على جنب شوية، لو تكرمت يا أستاذ ياسر. هل الصراع اللي موجود في مصر دلوقتي بين الإخوان والعسكر ولا بين جزء كبير من الشعب والعسكر؟ يعني النقطة دي مهمة جدا. يعني
يعني احنا كباحثين بننظر للقوى الفاعله في المشهد الثوري. الاخوان المسلمين تنظيم ضخم وقوي ونافذ، ويمثل عصب الثوره الان او عصب الحراك الثوري شئنا ام ابينا. فاي اختيار، اي خيار استراتيجي ستختاره الجماعه سيؤثر على المشهد بدرجه كبيره جدا. فبالتالي نعم، في المشهد المعارض يعني مزيك بدءا من 6 ابريل على شكل موجوده، حركات المجهولين الى اخره، هذا السقف الطويل. وعلى راس الهرم طبعا الاخوان المسلمين بحكم كان الحزب الحاكم الذي تم الاطاحه به في الانقلاب العسكري. ايضا الطرف الثاني من الخطا فقط ان نحصر الطرف الاخر في الجيش. لا، الان عندك اعلاميين، عندك رجال اعمال، عندك بيروقراطيه مصريه، البيروقراطيه المصريه اكبر بيروقراطيه بعد الهند، عندك 7 مليون موظف هم يعني بشكل تلقائي يرون ان الاستقرار والاستقرار لهم في بقاء النظام والدوله بهذا الشكل. وبالتالي انت عندك كتل متصارعه، طبعا اذا المكون المصري متنوع، عندك الكتله المسيحيه كان لها مخاوف من الاسلاميين، يبدون الان كباحث انها مصطفى الى خيار النظام الذي يبشرها بالاستقرار بدرجه ما. فاذا ليست الكتل، ليست المعسكر اخوان والجيش، لا، انت الان فعلا هناك انقسام مجتمعي حقيقي بين فصيل معارض له امل بالحريه والثوره، وفصيل اخر بيرى بيطمح للاستقرار بدرجه من الدرجات. طيب، تتخيل ايه المبادره اللي ممكن يقدمها الاخوان؟ اكيد فكرت في ده وانت بتطرح هذا الطرح، مبادره من نوعيه ايه؟ لا، انا طبعا يعني لا املك ان اجبر حد او اطالبه لا انت لا 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 ما 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 لم تذكر كلمه اجبار هنا، انا بتكلم على باحث، واكيد بحثت وفكرت وحللت في هذا الموضوع. ننحي كلمه الاجبار جانبا يا استاذ ياسر. يعني اكون صريح معك، انا بشر وانسان وعشت مرحله من النضال في مرحله الجامعيه، وسجنت ايضا ودخلت السجون، وادرك يعني ادرك كم المعاناه. اليوم تالمت جدا لمقتل الشاب المهندس امام زوجته واولاده في الاسكندريه، هذه جريمه بكل المقاييس، وانتقال لمستوى في التصعيد الدموي الى مستوى خطير، لا يوجد عقل يحكم الاله القمعيه المتوحشه. وبالتالي الان اذا انا كنت اتكلم مع الاخوان كطرف، ان الان اذا لم اكن اقدر على حسم الصراع، ولم اكن اقدر على حمايه افرادي وعلى حمايه مقدراتي، وتوجد معارضه بدرجه ما للطرح الاسلامي في الحاله المصريه، ما المانع ان اتحين ان نختار فرصه اخرى وتوقيت اخر اكون فيه اصوب وافضل واقدم طرح يقبل؟ فكانت الفكره يعني توجهت وانا متالم للنزيف الدم الموجود. طبعا انا لا املك ان يعني اجبر الشرطه ان تتوقف، ولا املك اجبر اخواني ان يتوقفوا على النضال، ولكن قلت يعني ناتي الى كلمه سواء. إذا أنا كطرف الآن عندي طبعا مصر الآن مستملة في شبابها، وأيضا الشباب الإسلامي أنا أعتقد أنه يملك عاطفة وإخلاص، ويمكن ولا بد أن يدخل في تنمية البلد وفي النهوض بالبلد. فإذا وجد الآن سلطة لا تسمع لهذا الصوت، مش مقابل ان ما يسمعنيش، ان انا اصر ان انا اموت واتقتل. يعني فكره ان النص يقاس بعدد الشهداء فكره خاطئه وغير صائبه، ولم تحصل حتى مع النبي عليه الصلاه والسلام. الصمود الى النهايه وعدم المناوره ليست تكتيك. يعني سيدنا خالد، ما فيش حد احسن من سيدنا خالد، لا الظرف غير مواتي، ما قالكش بقى اتوكل على الله وانا اقدم الاف الشهداء من الصحابه ونخش الجنه. ولكن المقارنه البعض يرى ان المقارنه بين غزوه مؤته وموقف خالد بن الوليد، وهذا الموقف يعني عشان نقارن كباحث سياسي محتاجين نثبت العوامل الاخرى، وان ده مش موجود في هذين الموقفين. ولكن بغض النظر عن ذلك، في الاخر بترى انه يعملوا ايه برضه؟ يعني مثلا تتخيل الاخوان يعلنوا عن ايه؟ انا طبعا يعني بغض النظر عن فكره الاخوان، انا بضطرف الان بفترض الان ان فريق الف داخل في صراع مع الفريق باء. أيوة. بغض النظر عن من الصح ومن الاصوب. هل سؤال الان الواضح، هل انا املك القدره على حسم الصراع ولا لا؟ السؤال الثاني، اي جيش في العالم، اي فصيل في العالم ما لم يكن عنده خطه انسحاب فهو جيش فاشل، بغض النظر عن مين اللي بيحمل هذه اللافته. يعني اي معركه انت داخل فيها، يعني واذكر يعني الاسلاميين بالتراث، يعني سيدنا عمرو بن العاص في حواره مع معاويه، يعني حتى لو اطيل، بيقول له يعني انت معاويه يعني انت ليه داهيه العرب؟ فمعاويه قال اني لا ادخل مكانا احتاج ان اخرج منه. يعني انا عمليا ما بتحشرش في مكان
وثم اخرج واتالم من دخولي في هذا المكان. فعمليا انا بتكلم الان لو في عندنا وعي في كل الاطراف ان القمع لن يؤدي للاستقرار ولا الصمود حتى البوت سيؤدي الى النصر. انت محتاج جمله عوامل كبيره تدخل فيها الازمه والصراع حتى نبحر نحو المستقبل. ولكن بهذا الطرح سامحني ان اطول على الناس او اطول عليك شويه، ولكن يعني حقيقة مهم هذا النقاش لو ده ما يضايقكش، ولكن بهذا الطرح مثلا فيبقى اولى كمان يعني نعمم هذه النصيحة او هذا الطرح لمثلا الصراع في سوريا على سبيل المثال، والصراع في اليمن، والصراع في ليبيا، لان الطرفين وضعهم صعب جدا. وبهذا الطرح كمان كل المشاهد التاريخية بعيدا عن التراث الإسلامي بقى أيا كان نوعية التراث الذي سنعود إليه لنتذكر ونتدبر، التراث المتعلق بالثورات، ستجد أن الصراع أبدا لم يكن بين قوتين متساويتين أو قريبتين حتى في التساوي بينهم وبين بعض، ولكن في النهاية أنه لا يصح إلا الصحيح. ده طرح مش شايفه مش مظبوط من وجهة نظرك؟ والله حضرتك ذكرت امثله، تعال بص على تونس، يعني دي نموذج طبعا في اختلاف، لكن شوف مثلا تصريح الاستاذ رشيد الغنوشي يقول يعني نحن فضلنا تونس على النهضه وعلى احلامها وقلنا نبقي على الحريه مقابل ان تحيا تونس. يعني الان الحزب الثاني في الحكومه وقابل بمنصب وزير، واستمر جماعه ضغط قويه جدا في المشهد السياسي لدرجه ان حركه نداء تونس يعني كثير من الوزراء كانوا يحجون الى مقر النهضه حتى ياخذوا يعني الموافقه والثقه في الحكومه القادمه. فانت عندك يعني انت عندك مشهد موجود ايضا في سوريا وفي العراق في تونس. وطبعا اذا حبيت تفتح البرجل الى تجارب عالميه اخرى هقول لك على لا قبل تونس، بس قبل ما نعدي بالبرجل لاي حته تانية، حضرتك برضو بأذكر حضرتك ببديهيات او ابجديات، وحضرتك استاذ الكل في هذا الموضوع هو البحث السياسي، وهو تثبيت العوامل. لما تتكلم على تونس وتصريحات راشد الغنوشي بتتكلم على وضع مختلف تماما، لم تلجأ فيه الثورة المضادة في تونس ولا القوات المسلحة أو الجيش التونسي لكل هذا البطش والقتل والتعذيب والدمار وانتهاك الحريات، لم يحدث هذا المشهد إطلاقا في تونس يا أستاذ ياسر. تمام، أنا معتز متفق معاك، لكن إدارة المعارك بالفكرة الصفرية لم تنجح أي أمة من الأمم أو الشعوب أن تنتصر بلمس الأكتاف. يعني لا الجيش المصري هينتهي ولا الإخوان المسلمين هيختفوا من المشهد، يعني هذه مسلمات. وبالتالي شئنا أم أبينا نحن نحتاج إلى تقييم ورؤية استراتيجية لصراع الحال الآن بما يجنب مصر كدولة أن تسقط وأيضا يضمن لها أن تبحث نحو خليني أتمنى أوقف معاك لمدة دقيقتين ثلاثة مثلا في هذا الطرح اللي حضرتك بتطرحه. أنت عارف طبعا برضو بطبيعة العمل الإعلامي أنا دايما أخد الجانب الآخر لكي نوصل للناس أكبر قدر من المعلومات، ولكن خليني أقف معاك في نفس المربع الذي تقف فيه وأحدث حضرتك على المشهد النهاردة. المشهد النهاردة بيحوي اعتبار ال 22 اللي ماتوا قتلوهم الإخوان، محمد الجندي حفظ التحقيق، شيماء الصباغ تحويل بمشهد خزعبلي بدون الإعلان عن الضابط، اقتحام بيت المهندس في اسكندرية وقتله أمام أطفاله وزوجته، وإنه مجرد التسليم بمثل هذا المشهد أو الرضوخ لهذه المشاهد يعني إن ده يتضاعف بقوة خلال الأيام المقبلة ولن ينحسر. شايف إن الناس توطي راسها ليزداد بعد كده البطش اكثر واكثر؟ استاذ معتز من الاخطاء الكبيره بنوع فيها، وانا كشاب يعني انا متخيل الان لو انا في مرحله جامعيه كنت اقوم بنفس الاعمال وانا منفعل دون ان افكر مثل التفكير. انا بكلمك دلوقتي بعد يعني الواحد بلغ ال 40، لكن الفكره انا عندي الثنائيه في الصراع، يعني اما احنا او هم، اما القتل او ان احنا ننتصر. هذا كلام اعتقد يعني محتاج الى مراجعه. يعني انا اتذكر مثال جميل جدا، لسنا مجبرين ان نكون ضحايا او قاتلين. لسنا مجبرين ان نكون ضحايا او قاتلين. انا مش مجبر ان انا اما ان اكون ضحيه اذبح بدم رخيص واقتل بلا ثمن، واما ايضا ان انا اتحول الى قاتل. فاذا نحن محتاج الى مسار ثالث
والى التقاط انفاس. ما ما يا استاذ ياسر، جميله جدا الجمله، عجبتني انا على المستوى الشخصي، ولكن خليني اذكر حضرتك ان شيماء الصباغ لم تفعل اي شيء، وقفت بورود. بفكر حضرتك ان مشجعي استاد 30 يونيو او الدفاع الجوي لم يذهبوا لاي فعل، هم قرروا ولا يكونوا ضحايا ولا يكونوا قتله، ولكنهم مع ذلك دهسوا. اذكر حضرتك المهندس النهارده قتل في بيته، لم يرفع يافطه ولم ينزل ولم يقاوم السلطات. المشهد في بلادنا لم يصبح يحتاج انك تكون ضحيه او قاتل لتكون ضحيه او وقود لهذا العنف. طبعا يعني طبعا اترحم على كل الشهداء وربنا يتقبلهم في كل الاطراف، لكن محتاج ايضا تنظر كيف الطرف الاخر في النزاع، هم مصريون ايضا. هل حد يمكن ان الجيش المصري جيش مصري ومصريين، وقد يكون قريبي وقريبك، لكن في ظرف ما شنج الوضع وحول هذا الجندي بدل ما كان على الحدود ويدافع عن ارض الوطن، الان بيشتبك مع متظاهرين في الشارع. فمن الخطأ احنا ننظر للمشهد في اللقطه الاخيره، لا محتاجين ننظر للمشهد من اوله. نحن بعد الثوره كلنا ارتكبنا اخطاء، الاخوان والثوار والبردعي و6 ابريل والمجلس العسكري كله اخطا طبعا خطا كبير جدا، وبالتالي نعترف ان في خطا مكن القوى التي لا تريد لمصر الاستقرار ان تنفذ من هذه الثغره. وبالتالي المشهد الباقي الان هو جزء من المشهد الكبير الذي كان يمكن احنا نتجنب ما حصل. طيب الان وقع ما وقع، مش هنرجع اللي فات. طيب الان ما هي رؤيتنا للمستقبل؟ انا الان هل الان مطلب ان يعود النظام السابق مبارك برجاله امر غير مقبول؟ ايضا بغض النظر عن يعني عن ثبات الدكتور مرسي وصموده الاسطوري، وايضا يعني عدم وافقته على ان يستقيل الى ما اخره، لكن في النهايه هل احد من الاخوان الان يتوقع؟ نفترض الان بفكر طبعا بعيد عن الضغط بحكم اني قاعد بره مصر، لو رجع مرسي الان، الدكتور مرسي الان، هل عمليا يعني سيملك ان يدير الدوله بدرجه ما؟ عندك مؤسسات كبيره مترهله وما زالت تحتاج الى معالجه كبيره جدا. اذا وصلنا لمحاوله التهدئه دي، وبرضه ولسه بقف في المربع اللي حضرتك بتقف فيه، وارجع بقى انا المره دي اللي ارجع للتراث الاسلامي او للدين الاسلامي في صميمه، وهو ان في القصاص حياه. هذه الارقام اللي الاف مؤلفه اللي قتلوا، وعشرات الالاف من اللي جرحوا، وعشرات الالاف من المعتقلين. ازاي نهدي انفسهم عشان البلد تهدى؟ يعني افترضنا ان يلا قلنا بصنا بعض وقلنا نحب بعض ومعلش نستحمل الظرف ده الى ان يكون هناك ظرف مواتي. واحد من السنن اللي استنى الله بها هذا الكون انه بدون قصاص ستبقى النفوس او النار تحت الرماد. نعمل معاها ايه؟ ما فيش حد بيقول ان جرائم القتل والقتل الجماعي تسقط بالتقادم، هذه جرائم تسقط بالتقادم وسيقتص لكل دماء الشهداء، وسيتم تقديم المجرمين جميعا للعداله، هي مساله وقت. وبالتالي الان انا لست مع اهدار اي حق من الحقوق ولا ان تسقط بالتقادم، ولكن الان الفكره ان نطرح رؤيه للمستقبل، وايضا لا نعفي الطرف الذي تسبب في القتل من المسؤوليه. انا الان مش قادر هذا الطرف ان اجلبه الى قاعه المحاكم او اجلبه الى المحاكم الثوريه، هل احد الان في مصر يقدر على ان يحدد القاتل ان يجلبه؟ فالان انا كطرف يعني كطرف الامن القومي لا املك هذه القدره بل استنزف، فلماذا لا ادخر طاقتي وقدرتي الى وقت اخر؟ يعني الاخوان المسلمين الان، انا ليه كتبت كده؟ يعني الان سنتين من الصمود ما قلت الاسطوري والبطوله، يعني اول مره المراه المصريه نرى ملاحم للصمود والنضال غير مسبوقه الى الان، يعني على مستوى القرى والارياف هذا امر جديد. وبالتالي الان الاخوان المسلمين زي ما بيقولوا كفوا ووفوا في هذا النضال، في حمله ضخمه جدا عليهم، انتم موقفين البلد، انتم معطلين البلد، انتم اصل الارهاب. قد يكون احد التكتيكات، انا طبعا بفكر معاك لكن لا املك ان بتواصل. طيب الافكار دي واحد من الاسباب اللي حضرتك ارتكنت اليها في هذا الطرح اللي حضرتك طرحته النهارده انه الحفاظ على قوه الاخوان الضاربه. تعال بقى انتقل الان من المربع اللي واقف معاك لمربع الاخوان. النهارده الاخوان لو طرحوا هذا الطرح بشكل ما، هل تتخيل ان ده اللي هيحافظ على الجماعه، أم سيكون هذا الطرح اللي حضرتك بتطرحه هو المعول الأخير والذي يضرب لهذه الجماعة بحيث يقضي عليها تماما؟
ما فيش يا استاذ معتز جماعه ايديولوجيه بتموت، يعني لحد الان عندك ناس تعتنق الفكر المعتزلي، لحد الان عندك ناس معتنقه الفكر الجيش الاحمر الياباني، الافكار لا تموت، الافكار تحيا. لا انا بتكلم على الجماعه، مش بتكلم على فكره الجماعه، انا بتكلم على الجماعه والقطاعات العريضه اللي فيها من الشباب اللي الجماعه خد بالك وصلت الموضوع الصراع دلوقتي صفري، النهارده الجماعه الطرح اللي بتطرحه ده البعض بيرى على الارض، بنقل لك الرؤيه من الشباب واكيد حضرتك مش غايب عن ذهنك ده، ان هذا الطرح مثلا كان ممكن يقبل بعد 3/7 وكانت عمر المشهد هيكون كده، النهارده بهذا الطرح لما الاخوان يطلعوا ويقولوا معلش يا جماعه نهدى، بادئ ذي بدء اول حاجه شباب الجماعه والقطاعات العريضه ستضع هذه الدماء والتي سقطت من الجماعه في رقبه قيادتها واللي موجوده في السجون الان، الجميع البعض يتحدث عن انشقاقات قويه ستكون من شباب الجماعه والذي لن يرتضي هذا الموقف بعدما وصل الصراع الى هذه النقطه والتي لا يسمح لهم بالعوده، فيرى الجميع في خلاصه ان الجماعه ستكون الخاسر الاكبر كجماعه في ظل هذا الطرح. والله يعني الجماعه يعني كل اولا من قدم الشهداء وتضحياته الاخوان المسلمين يعرفون انهم يبذلون هذا لله، لا مش مستنيين اجر مني ولا من الدوله ولا هم يعني جماعه عقديه تحتسب على ما اعرفهم جيدا، فتضحيتهم يعني حتى المقابل بعضهم يقول لك انا مش محتاج مقابل هنا، اهم حاجه يكون ربنا راضي عني. انا قابلت مستشار اربكان السابق في تركيا، فقال وقع الانقلاب على اربكان في 97 تقريبا، وكان عدد الحزب اللي معانا نساء ورجال 5 مليون، وكنا هنعمل مشهد رابعه نفس، كنا ننزل الشارع مستنيين اشاره واحده من بايد اربكان ننزل نملى الشوارع، لكن الرجل قال لا احنا محتاجين ندخر جهودنا لمعركه اخرى، والان حتى قال بالنص لولا اربكان ما كان اردوغان، يعني فكره ان انا يعني اصعد الصراع وانا طرف، انا مدرك ان اولا في اشكاليه في النظام الدولي بينهم وبين الاسلاميين، طبعا انا مش بقول من الخطا بس بتكلم المشهد الجيوستراتيجي، في اشكاليه كبيره في الاطار الاقليمي ودي كان واضح جدا، ثم عندك اشكاليه في الاطار الوطني، يعني عندك الكتله المسيحيه عندها مخاوف حتى من قبل الانقلاب، عندك كتل كبيره جدا كان الليبراليين حتى حزب النور، يعني انت عندك كتل كبيره جدا، انا ليه ادعو الناس طبعا لقد يكون الحلقه مش هلحق اقول فيها كل الافكار، انا ليها دراسه منشوره كيف تنتصر الثوره دون ان تمر على حرب اهليه، في مراحل انت محتاج تعملها حتى تتجنب ان يعني الخساره مش الجماعه بس يا استاذ معتز، الخساره احنا بنتكلم الان الجماعه تدبر امرها، لكن انا بتكلم عن مصر، الخساره ستعم الجميع وستتخطى انشقاق جماعه، يعني عفوا الاخوان المسلمين الان بينشقوا دون ثوره، يعني في الاردن انشقاق، الجزائر الاخوان انشقوا، في بعض الاماكن الاخوان يعني انشقوا دون والسودان الاخوان يعني لا يكاد يكونوا موجودين في الاطار التنظيمي، مش عيب يعني حتى الاخوان لو ادوا دور ودور عظيم وتاريخي شكرا مش عيب، يعني احنا ليه فكره عاوزين جماعه خالده وعاوزين جيش عظيم الى ابد الدهر، هي ادوار يعني طيب. تخيل انت معايا الان اختم بس معاك، لو نبي جاء الى قوم ورفضوا الايمان به مش هيقتلهم يعني مش هيعمل ايه؟ هيصبر ويختار فرصه اخرى، سيدنا يونس جميل يعني خلاص. ولكن انا مش حقيقه مش حابب حضرتك لو ده ما يضايقكش انك لسه تبقى معايا قليلا لو ما فيهاش ان انا باثقل على حضرتك، ولكن مهم جدا انك هينضم لينا عبر التليفون دكتور جمال عبد الستار القيادي بجماعه الاخوان المسلمين. دكتور جمال اهلا وسهلا بيك. مرحبا بك يا حبيب وضيفك الكريم والساده المشاهدين. استاذ ياسر كمال غرباوي في الاول في البدايه صحح لي معلومه واكد عليها ان هو مش من جماعه الاخوان المسلمين ولكنه فقد مدير مركز التنوع لفض المنازعات وانه علاقته بالجماعه انقطعت من 2004 وطرح ما اعرفش حضرتك تابعته على التلفزيون او تابعته على الفيسبوك على ان دلوقتي هذه المرحله للحفاظ على الجماعه والقوه الاخوان الضاربه انه يجب ان تتقدم الاخوان بمبادره لتسويه فض النزاع في مصر لانكم قدمتم صمود اسطوري وفدائي نادر طوال عامين من النضال وانه ممكن يكون في فرصه اخرى لمواصله هذا النضال وان الارض غير مهيئه سواء محليا او دوليا وان مش عيب واستشهد بمشاهد انا بحاول بس الخص لك على عجاله بمشاهد الاخوان في تونس لما بكلمه ان ده ممكن يكون سبب ان ده اكبر خساره ممكن تكون لجماعه الاخوان هو هذا المشهد وان ده يؤدي لانشقاقات، قال الانشقاقات شغاله حقيقه من غير اي حاجه من جماعه الاخوان في اماكن عده سواء في الاردن او الجزائر او السودان. دكتور جمال كيف
ترى هذا الطرح في نقاش موضوعي؟ حقيقة أنا النهاردة مهم جدا أن أطرحه للناس في وجود حضرتك ووجود أستاذ ياسر الغرباوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية لضيفك الكريم، أحترم وجهة نظره وأحترم الخلاف معه، وهناك نقاط اتفاق يقينا ربما نتفق عليها، ولكني أقول أولا القضية المصرية ليست قضية إخوان ومنظومة انقلابية، هذه نظام ثورة، وشعب مصري تاق إلى حريته وتاق إلى إرادته، وجاءت مجموعة العسكر فأهدروا كرامته وأهدروا كل ما ذهب إليه وما تطلع إليه من حرية. هذه نقطة. النقطة الثانية، حينما نتحدث الآن لا نتحدث عن خلاف سياسي بين الانقلاب وبين الإخوان المسلمين، نحن نتحدث عن آلاف من الدماء والاغتصاب والأعراض والاعتقال، هذه جرائم وليست خلافا سياسيا. وبالتالي من يقول للإخوان تنازلوا؟ هل يملك الإخوان شرعا أو قانونا أو عرفا أن يتنازلوا عن الدماء أو عن الأعراض؟ هل يملك أن يتنازلوا عن تلك الدماء التي وقفوا فوقف الناس معهم وتحملوا وتحمل الناس معهم، يأتي الآن وتخلوا عن كل هذه؟ هل هذا أصلا من أخلاق الإسلام أو من الممارسات السياسية الصحيحة التي يعني تنتهجها جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة تنطلق من منطلق شرعي؟ هذه نقطة. النقطة الثالثة، يقينا تجربة تركيا لها وضعها المختلف. المنظومة المصرية نتحدث عن إرادة مصرية لرئيس منتخب وثورة وبرلمان ومنظومة كاملة تم الانقلاب عليها، والعالم يشهد بذلك. حينما يقف الناس في سلمية رائعة مبهرة، يقفون لا يطالبون لأنفسهم بمكانة، بل يضحون واحدا تلو الآخر وفوجا تلو الآخر، ونطلب منهم أن يتوقفوا، فليتوقف جماعة الإخوان المسلمين. ماذا يحدث؟ وأنا أقولها بكل وضوح وصرامة، لا يملك أي أحد سواء جماعة الإخوان أو غير جماعة الإخوان أن يوقف الحراك العام للشارع المصري أو الحراك الشبابي أو الثوري، لأن الأمر أكبر من ذلك. وأنا أقول يعني التوقف هنا لا يعد سياسة ولا خلقا ولا دينا ولا عرفا. وبالتالي أنا أؤكد على جزئية هامة، أننا لا نقف هذا الموقف مجرد موائمة سياسية أو مطمع سياسي أو حرية لأفرادنا أو مكانة لأشخاصنا، فهذه كلها لا اعتبار لها عندنا، ولكن الموقف العقدي والموقف الشرعي والموقف الحقيقي الذي نقفه مع ناس أعداد هائلة تعاهدت أن تقف في وجه هذا الانقلاب. وأنا أؤكد أن هذا الانقلاب حينما يقوم بإجلاء إخواننا في سيناء، هل هؤلاء هم إخوان مسلمين؟ حينما يقوم بتدمير الاقتصاد، حينما يقوم بتشويه الجيش، حينما يعتدي على ليبيا، حينما يعتدي على غزة، حينما يشوه صورة مصر، حينما يحول مصر إلى خادمة في بلاط أصحاب الملوك والأمراء في الدول العالم بأسره، حينما يحول مصر إلى دولة تشحت من اليمين واليسار، لا قيمة لها ولا منطلق لها إلا أن تأخذ من هذا وذاك، حينما ننتسب وطنا وحبا لوطننا ونبحث عن كرامته، ثم بعد ذلك نقول نتنازل، هل عن ماذا نتنازل؟ عن حريتنا أم عن دمائنا أم عن أعراضنا أم عن وطننا الذي يهضى ليل نهار؟ أنا أتعجب من هذا حقيقة. أما موضوع الانشقاق، فحينما يحدث نوع من الخلاف داخل جماعة الإخوان المسلمين، وهي ليست جماعة معصومة بالمناسبة، فهي قد تصيب وتخطئ ولا دير في ذلك، حينما يحدث خلاف هنا أو هناك لا يعني انشقاقا بحال الأحوال، ولكني أؤكد أن الجماعة ربما تتطور فكريا، ربما تتطور في شبابها، ربما تتطور في أدائها، ولكنها لن تنشق، لأنه كما قال ضيفك الكريم الفكرة أعمق وأشمل، بل هي الآن أكثر يعني عمقا من ذي قبل. جماعة الإخوان كانت تظهر على سلالم نقابة الصحفيين والإعلاميين وغيرها، أما الآن فهي في القرى والنجوع ومع الأطفال وفي الحضانات والمدارس، فجماعة إخوان اكتسبت ما لم تكتسبه في 20 سنة كان يمكن أن تعمل فيها من قبل. دكتور جمال، دي كانت ملخص كلام أستاذ ياسر، عن ماذا تتنازل؟ أعتقد ده العنوان اللي بيلخص كلام دكتور جمال، عن ماذا تتنازل يا أستاذ ياسر جماعة الإخوان بعد أن عدد الرجل كل هذا؟ قدمت، أنا لا أدعو لأحد أن يتنازل عن شيء، ولكن أنا بتمنى وبحلم
ان تنضم قوه الاخوان المسلمين مع قوه الجيش المصري الذي يعرف وسطة القتال مع نظام قضائي شريف، ان نبحر بالوطن نحو المستقبل. ده حلم ادواته ايه يعني مش محدده الان كادوات كاجراءيه، لكن لنا فيها تجارب. يعني مانديلا معلش السود قدموا تضحيات لا تقارن بتضحيات الثوار المصريين، يعني نظام ابرتايد قاتل ودموي وعنصري وممتد شمل الحرب على البيئه وعلى الناس، لكن عندما طرح مانديلا وفي عز التعذيب لم يقل يا عبيد البياده للناس، لم يقل مانديلا للناس البيض انتم يعني احتلتوا البلد، لا قال احنا كل املي ان نحيا جميعا تحت سقف واحد بشعار المواطنه. الان عفوا يعني انا طبعا اقدر قناه الشرق واقدر قناه مكملين واقدر دريم، لكن ما يبث من خطاب عبر هذه القنوات في درجه خاصه في 25 يناير لما يطلع مذيع يقول اقتل، انا متالم لكده سواء في الطرفين، انا ضد ان التحريض والقتل من اي طرف من الاطراف، ولكن قدامنا طريقين، التضحيات والدماء هذه بهذا الشكل لن تقف، بل اعتقد انها تزيد ولن نصل الى نتيجه وسننزلق الى ايام نقول يا ليتنا استجبنا. طبعا انا لا اعني الاخوان او بتكلم بشكل عام، يا ليت كل طرف مصري عاقل، مذيع، جيش، اخوان، حزب النور، الكنيسه، يا ليتنا تداعينا الى كلمه سواء وقفنا نزيف الدم. انا لا ادعو احد ان يتنازل عن حقوقه، ولكن ادعو ان ندرك لا ان حضرتك بتطرح فكره واحنا بنناقشها الموضوع في هذا الطرح، اعتقد ده نقاش موضوعي حضرتك مستمتع بيه، ولا انا مخطئ؟ أنا طبعا أشكركم على الفرصة وأسعة طيب. الصدر جميل جدا جميل جدا يعني جميل جدا دكتور جمال. دكتور جمال ردك على الكلام اللي بيقوله أستاذ ياسر. يعني أنا أتحدث، هل الإخوان المسلمون يعني يريدون جيشا مختلفا، يريدون أن يتفتت الجيش ويريدون أن يتفتت القضاء؟ الإخوان المسلمون أن يعاب عليهم أشد ما كان العيب حينما كانوا في الحكم أنهم لم يتخلصوا من القيادة العسكرية المتمثلة في المجلس العسكري، ولم يتخلصوا من الأنظمة التي القضائية أو بعض الرموز القضائية التي أفسدت، وهذا مما يعاب عليهم. المطلوب منهم الآن أن يعودوا لجيش مصر ومقاعدوا لجيش مصر وعفوا عن كثير وقالوا نبدأ صفحة جديدة، وتم وكل الثوار عابوا على الإخوان أنهم فعلوا ذلك. ثم نأتي بعد أن قامت تلك المنظومة القضائية بأسوأ عملية انتحار للقضاء المصري وتسويل السلطات في تاريخه بأسره، وحينما قام المجلس العسكري بأسوأ إساءة لتاريخ الجيش المصري، نقول لنا تعاهدوا معهم أو نحلم أنكم نحلم جميعا أن تكون مصر موحدة، أن تكون مصر قوية، ولكن من الذي منع هذا الحلم؟ من الذي يقتل الآن؟ من الذي يحكم أحكام عشوائية لا عقلانية فيها؟ هو أستاذ ياسر مش مختلف مع الطرح اللي بتقوله، ولكنه دكتور جمال بيقول لك ان الوقت الان غير مناسب، ممكن نأجل ده كمان شوية. نأجل ماذا؟ نؤجل أحكام الإعدام، نؤجل المعتقلين، نؤجل بنات المغتصبة، نؤجل اللي في السجون، نؤجل القتلة الذين يقتلون، أم نؤجل بيع مصر على الهواء مباشرة للناس، أم نؤجل تهجير سيناء، أم نؤجل إنشاء أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، أم نؤجل محاصرة هل الإخوان هم الذين يفعلون كل هذا؟ نادي أخي، أنا أتحاور محاورا راقي جدا مع ياسر، وإن اختلفت فأنا أحترمه ويقين احتراما كبيرا، ولكني أقول أخي نادي على من يفعل، لا نادي على من خارج السجن، نادي على من خارج المعتقل، نادي على من يفعل في مصر ويفسد في مصر، قل له توقف. هؤلاء المصريون بنوا في كل ميدان، بنوا في المدارس والمعاهد والجامعات والنقابات 80 سنة يبنون في مصر، لم يكونوا طرفا في فتنة طائفية ولا في محاربة إقليمية ولا في إفساد في مصر، بنوا في كل مجالات مصر. قل للقاتل توقف عن قتل، وللمغتصب توقف عن اغتصاب، والإخوان أسهل مما تتخيل بكثير، لأنهم يحبون وطنهم ويضحون من أجله. أذكرك أخي أن مطالبات ضخمة للإخوان في رابعة وفي غيرها أن ينتهي العنف، ولكن الإخوان رفضوا محبة لوطنهم وليس ضعفا، قيمة لوطنهم، تضحية من أجل وطنهم حتى لا يتحول إلى سوريا أخرى. أستاذ ياسر، دكتور جمال، وكأن العنوان اللي بيتحدث عنه وهل لو تنازل، أتمنى أكون بنقل الكلام دقة، افترضنا جدل ولو نعم تنازل نعم الإخوان نعم، فمن المفروض أنه يصمت؟ سيصمت الطرف الآخر أيا كان بقى الحزب اللي حضرتك بتحطه ألف وبه، قلت أنه العسكر وآخرين، هل سيتوقف كل هذا ما عدده دكتور جمال؟
انا طبعا لا انا ليس انا مجرد باحث، نحن باحثين لا املك ادوات ان انزل هذا على الارض. لكن شوف الان مثلا بص على ليبيا، الان ادرك المجتمع الدولي وادركت قوات حفتر وادركت جيش فجر ليبيا ان في النهايه لازم نقعد ونتكلم. الجزائر دفعت ضريبه 300 الف قتيل في عشريه سوداء، وفي النهايه جلس الكل على الطاوله في النهايه بعد هذه الدماء. الى انا اقصد الان لا يمكن المصالحه ان تمشي الان دون ان نهيئ الجو. لابد ان يدرك الطرف الكبير الوطن المخلص الاخوان المسلمين وايضا الجيش. انا مقتنع وما زلت اؤمن انه جيش وطني، قد اشوف بعض الاخطاء مثل اي الجيوش الكبرى، لكن محتاجين ان نقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها اما كاسب او اما خاسر. الموضوع انتهى. الان الامريكان بيتكلموا مع ايران وبينهم يعني في كلام في نقاش. لابد ان يعني انا كمقترح اولي ان يطرح نقاش داخلي في كل الاطراف في كل القوى المعارضه. يا جماعه ما هو المخرج من هذا الحل؟ هل نتوقف يعني مثلا ان هل كتبت وثيقه من القوى الثوريه عن شكل المستقبل؟ انا الان كمسيحي اما اسمع الخطاب الان التخوين الكنيسه والاقباط هم اللي عملوا 30 يونيو وهم اللي نزلوا، انا الان خايف. يعني الان تخيل اي مواطن عادي يعني افترض ان هذا الخطاب دي نقطه جديره بالنقاش. الدكتور جمال بيتحدث عن كتابة وثيقة مثلا مطمئنة للمستقبل، هو بيستنكر بيقول ان ده ما حصلش، يعني وثيقة تطمئن كل الاطراف في مصر ويتفق عليها الجميع او من يطلق عليهم من يقفوا في المربع به. نعم انا مع ذلك جيدا. خرجت بعد هذه الوثائق من التحالف ومن بعض القوى الثوريه المختلفه في بيان القاهره وفي بيان بروكسل وفي غيرها، وربما تخرج اخرى، ونحن مستعدين نتعاون مع الاخ ياسر ومع غيري ومع كل المحبين لمصر. ليست عندنا اشكاليه في الحوار ولن نغلق ابدا باب الحوار، ولكن هناك فارق بين الحوار وبين القتل. انا حينما تتحدث عن عشريه في الجزائر حينما كانوا يقتتلون، لكن من قتل؟ نحن نقتل في كل وادي. الناس يقتلون في بيوتهم على اسرتهم مع ابنائهم في معتقلاتهم في مستشفياتهم. اي وسيله؟ مع من نتحاور؟ نحن لا تتحاور البندقيه مع الناس في سواعدهم مع البنات مع الاطفال يقتلون ولم يفعلوا شيء. إذا أين الحوار؟ ومع ذلك نحن نقول لم نغلق الحوار مع أحد ونرحب أي عمل حقيقي يعيد لمصر مصرياتها وكرامتها، ولكن لا يعيد الناس إلى عصر الاستعباد والاستذلال، لأن الناس ذاقوا الحرية ولن يعودوا إلى المذلة مرة أخرى. كلمة أخيرة يا أستاذ. أما أخيرة لا أنا هاخد من أول كلمة منه وأخد الرد من حضرتك دكتور جمال لو تكرمت بدون تكليف. هاخد كلمة من أستاذ ياسر كمال الغرباوي. هل ما زلت في نهاية هذا الحوار ترى أن تقديم مبادرة الآن من الإخوان المسلمين بما أنهم عصب المشهد الثوري زي ما حضرتك قلت هو الأفضل لهذه البلاد؟ أنا أعتقد الآن الكل الطرف حتى وأعتقد الطرف الأقوى اللي هو الجيش الآن محتاج أن يقدم خطوتين مش خطوة واحدة كمان. لن يتغير مستقبل مصر بهذه الأفكار الموجودة الآن. لا يمكن أن نقود الإخوان كلهم ملائكة ولا الإخوان كلهم شياطين ولا الجيش كلهم عملاء ولا الجيش كلهم وطنيين. الثنائيات والتعميم أصابنا بخلل كبير جدا. دعاوى الكراهية لن تنتج مستقبل مشرق. نحتاج أن نتوقف عن التحريض الكامل المستمر من كل الأطراف وأن نذهب إلى كلمة سواء لا يضيع فيها حق الشهداء ولا حق المقتولين من كل الأطراف، سواء من المجندين الذين قتلوا غدرا وسواء من الثوار الذين قتلوا وأيضا اغتيلوا في بيوتهم وفي داخل سجونهم. أستاذ ياسر الكلام اللي بتقوله ده كلام رائع جدا، ولكن معلش سامحني هو كلام يعني ما اقصدش أي إساءة ولكنه كلام رومانسي دائما ما يتردد. أنا عايز من حضرتك رأي واضح لأن اللي بتقوله ده كلام رائع لو طبق، ولكن مشكلتنا طيلة هذه الفترة أنه من ينفذ هذا الكلام؟ من يشرف؟ من يقف في المنتصف ليجمع مصر كلها مرة أخرى؟ هي دي المشكلة وهي دي الأزمة اللي موجودة منذ البداية، أنه لا يوجد الطرف الذي يستطيع أن يحقق هذا لكل الأطراف في مصر. فخلينا نتكلم على ارض الواقع اللي انت بنيت عليها تحليلك من الاساس. على ارض الواقع يا استاذ معتز كل الافكار الحالمه كل الدعوات المخلصه كانت بسيطه وكانت تبدو ساذجه، لكن في وقت ما ربنا بيكتب لها التوفيق والنجاح. يعني هذه الحلقه اول مره مثلا في الشرق في نظري نجد خطاب متزن، ما حدش شتم، ما حدش بيحرض. ثانيه واحده يا استاذ ياسر لو تكرمت. يعني انا المره الاولى اخذتها على التعميم، بقول لحضرتك وبقول لكل الناس لم يحدث في هذا البرنامج، خلينا نتكلم عن برنامجي على وجه التحديد،
يوما تحريضا ما، وحضرتك وهبقى سعيد جدا لو تصحح لي قدام الناس وعلى الهواء مباشره وبكل الاريحيه، وهسعد بده تماما وهذكرها لك اذا ذكر تحريض، اذا ذكر سباب في مثل هذا البرنامج. اذا لم يكن النقاش هو العنوان الرئيسي في برنامج مع معتز ذكرني لو كنت مخطئ. هذا ما تضعه في المنتصف اعتقد ان احنا بريء منه براءه الذئب من دم ابن يعقوب، وصلح لي باكد لك تاني ما تجاملنيش. اتفضل. انا متفق معاك، انا يعني متابعتي البرنامج طبعا اتمنى اقدر اتابع. لا 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 انا احنا يعني هذه المناقشه بعيده عن المجامله اطلاقا. حضرتك ذكرت في الاول التحريض وذكرت داني، انا بس بحب اوضح انني مسؤول عن نفسي، ده اللي انا اقدر اتكلم عنه. تمام. عمليا في هذا البرنامج لم استمع بشكل مباشر ببرنامجك تحديدا لتحريض ضد مصر بشكل حقيقي، ضد مصر يعني بشكل واضح. اذا طيب الرؤيه الختاميه، بس دي كانت نقطه مهمه جدا، الرؤيه الختاميه ترى ان الافكار الحالمه ممكن ان تحدث، ولكن احنا بدانا بان الاخوان اللي قدموا المبادره. انت ترى في الختام ان كل الاطراف متصل بدرجة ما بالواقع، وأن كتلة ضخمة جدا من الشعب المصري ليست مع الوطنية الفاشية القاتلة ولا مع الأيديولوجية الإسلامية الضيقة، كتلة واسعة من الشعب المصري لا ترى أن خلاص مصر في حاكم مستبد فاشي، ولا ترى أن خلاص مصر في دولة بطرح أيديولوجي إسلامي ثقيل لا تتحمله مفاصل الوطن. هذه الشريحة يوما ما سيخرج صوت عالي، وأعتقد سينحز لها الكل لأنها تدرك أنها تقدس الكرامة الإنسانية والعدالة الإنسانية بعيدا عن الأيديولوجية المغرقة أو الأفكار المتعصبة. وأتمنى يعني يكون هذا الوقت قريب إن شاء الله. أستاذ ياسر كمال الغرباوي مدير مركز التنوع لفضل منازعات، وبشكرك شكرا جزيلا، واللي كان أعلى ليه أنه هو ملوش علاقة بالإخوان المسلمين من سنة 2004. دكتور جمال لو حابب توجه لينا والأستاذ ياسر وللمشاهدين كلمة أخيرة. بداية أنا أؤكد على هذا الحوار الراقي وهذا الاختلاف الطبيعي، ولكني أقول دائما ترى الحوار الراقي يوصل نتيجة حقيقية. فالرجل قال لابد أن تقوم المنظمة العسكرية بتقدم خطوتين أو أكثر، لأن هي التي تفعل في مصر، هي تقود مصر، هي تحكم مصر، فمصر عسكرية، مصر منظومة عسكرية تحكم بعسكر، وبالتالي حينما يعود الحكم للشعب ايا كان هذا الشعب، هذه المنطقه الوسطى الاريحيه التي تفضل بالكلام عنها، انا انادي كذلك ان نعود اليها وتكون هي صاحبه القرار، يكون الشعب هو صاحب القرار، ليس الجيش وليس الاخوان. نحن نريد ان نعيش كما تعيش كل الشعوب، نريد ان نعيش احرارا، لا نريد ان نحب نعيش ملوكا، نريد ان نعيش احرارا ككل الاحرار، لنا خيار ولنا اراده، نختلف ولكن لا نقتتل، نختلف مع بعض كما تختلف كل التيارات في العالم، ولكن لا يقتل بعضنا بعضا ولا يغتصب بعضنا بعضا، ولا تنتهك حرمات المصريين ولا تؤكل اموال المصريين، ولا تتحول مصر الى خادمه لدوله الامارات او السعوديه او اي دوله في العالم، مصر تكون بريادتها. تعالوا نعود للشارع مصر الاخرى، تعالوا نعود لهذه الكتله الكريمه العظيمه التي تفضل ضيفك بالحديث عنها، نعود اليها ونسال رايها دون احتكار من احد ودون ارهاب من طغاه او من ظالمين او من فسده او من دبابة او من صاروخ او من غيرها. نعم تعال نعود للشعب المصري وصاحب القرار، اما ان نظلم المصريين على قرار ونحول لهم ان العسكر هم الدولة وان السيسي هو الدولة وان الطغاة هم الدولة، هؤلاء يسهم الدولة اغلى ما في مصر والانسان المصري، فاذا اهدرت قيمة الانسان فلا قيمة لاي شيء اخر، وبالتالي نعود لكرامة الانسان وكرامة الشعب وكرامة المصري تحل كل الاشكالات، ويحاكم كل من اغتصب او سفك دماء المصريين ايا كان المصريين من 25 يومين هذا. دكتور جمال عبد الستار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين بشكر حضرتك شكرا جزيلا.